أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات متابعينا مستمعينا الكرام لفاضل، نحييكم ونرحب بكم بهذه الانطلاقات وبهذه الاندفاعات الكبيرة، ومع هذا التواصل الجميل انطلاقاتنا مستمرة والتحديات متواصلة من هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة أقوى الميادين واعتها، لننطلق بانطلاقة هذا الشوط واندفاعات هذه الأسماء. أتقدم بشوط الثاني عشر الخاص باللقاية القعدان المحليات ليتابع الأسماء، ليتابع الشعارات، لانطلق بمقدمة الشوط الشامي على المركز الأول. سهيل بن سالم بن سعيد الخيالي يتقدم هناك على مقدمة الشوط وبالانطلاق الأول، بينما المركز الثاني الشهم أحمد بن سعيد المنصوري يتقدم على المركز الثاني، يندفع في هذه اللحظات هناك مع الشهم وانطلاقاته النقلة والدور على المركز الثالث. أتابع القادم صوغان المتقدم في هذه اللحظات، تميم بخلفان المهيري يا سلام ينطلق في هذه اللحظات على المركز الثالث والمركز الرابع. أشوف القادم في هذه اللحظات، المنطلق في هذه اللحظات شاهين خالد بن سعيد بن محسن الفلاحي، والمركز الخامس انطلاقتي مشكور سالم بن سعيد بن متعب بن سعيد العفاري. المركز السادس وصل وتقدم في هذه اللحظات واندفع الحذر علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي، والمركز الثامن شوف القادم والمنطلق شهاب محمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي، وأتابع أيضا شعار سعيد بن منانة بغدير الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات، يندفع ثمين بانطلاقات هذا الشعار ركز يا سلوب يالجحافي، وأتابع كذلك القادم والمنطلق شعار بن عميره من يتابع العيناوي سلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي، ولكن أتابع أيضا شعار بن ميرين قادم مع عمطيلان سلطان بن علي بن سلطان الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات ويندفع بشعاره مع عمطيلان. هذه هي الأسماء، هذه هي التحديات، هذه هي الانطلاقة، هذه هي الاندفاعة للمراكز هناك الأمامية. أعود من جديد إلى مقدمة الشوط، أتابع الصدارة، أتابع المقدمة والمركز الأول، أتابع شوف اللي على المركز الأول صوغان على المقدمة، تميم بن خلفان بالضاحي المهيري يندفع بمقدمة الشوط، يندفع بالصدارة، ولكن اللي على المركز الثاني الشامي 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 سهيل بن سالم بن سعيد الخيالي على المركز الثاني والمركز الثالث. أتابع القدوم والانطلاق والاندفاع من الشهم أحمد بن سعيد بن سعيد المنصوري، هناك ينطلق في هذه اللحظات يندفع وهو يقدم لنا مستوى كبير، بينما أتابع المهاجم الذي بدأ يهاجم المراكز الأمامية مشكور يا مشكور سالم بن سعيد بن متعب بن سعيد الأحفار، اندفع إلى المراكز الأمامية وبكل قوة هناك أعلن التحدي، أعلن الحرب على المراكز الأولى. أتابع كذلك هناك القادمون من الخلف، أتابع الأسماء الحاضرة وبكل قوة في هذه اللحظات، شوف الواصل شوف المنطلق والمندفع في هذه اللحظات شهاب محمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي يتقدم هناك ويندفع بشهاب وحضوره، وأيضا أتابع القادم في هذه اللحظات هذا شعار الرميثي الحذر علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي ينطلق ويصل بهذا الشعار، وامطيلان امطيلان قادم قادم امطيلان في هذه اللحظات واصل بشعاره بشعار سلطان بن علي بن سلطان بن سالم الاكتبي يتقدم ويندفع امطيلان. أتابع أيضا الأسماء القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات، بن عميرة بن عميرة قادم مع العيناوي سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي قادم قادم من أجل الفوز ومن أجل الانتصار
ومكرم كذلك قادم مع الكيلو ونصف الكيلو مثل الأخير. مبارك بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيالي، ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى صدارة الشوط، إلى العفاري وشعاره اللي انتزع المقدمة. انطلق بهذا الانطلاق مع الألف ومئتين متر، انطلق في هذه اللحظات شعار العفاري باندفاعة كبيرة بمستوى جميل، مشكور على المقدمة سالم بن سعيد بن متعب بن سعيد. العفاري العفاري بالكيلو متر الأخير حضر وانطلق بهذا الأداء بهذا المستوى الكبير، فارق ما بينه وما بين بقية الأسماء حافظ على هذا المستوى. يا مالك مشكور، ولكن شوف حبشان على المركز الثاني، ناصر بن حمد بن ناصر بالمرة، العامري وبن ذويب قادم ومنطلق مع معزم، سهيل بن سعيد بن ذويب العامري، ومكرم بشعار بن حمدش يقترب من الأسماء، ينطلق بشعار مبارك بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيالي، والقدوم والانطلاق شعار بن عويضان منصف هو القادم، محمد بن سهيل بن عويضان العامري. ولكن وين الانطلاق الخمسمية متر الأخيرة؟ والعفاري العفاري انطلق بهذا المستوى، اندفع بهذا الأداء الكبير الذي لا يقدمه إلا الكبار يا العفاري، إلا الأساطير يا العفاري. روح يا راعي مشكور، روح يا راعي مشكور بانطلاقة الشعار، ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلق واندفع سالم بن سعيد بن متعب بن سعيد العفاري بدون أي أوامر، العصا في الإبطان، خلاه راعي مشكور ولا حركه، يرقد ياما في إبطانه العصا. سلام يا العفاري، سلام سلامي عليك يا راعي مشكور. سالم بن سعيد بن متعب بن سعيد العفاري مشكور، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني بشوف الوصول والانطلاق من شعار سهيل بن سعيد بن ذويب العامري مع معزم، المركز الثالث مكرم مبارك بن سعيد بن حمدش الخيل، المركز الرابع كان منصف محمد بن سهيل بن عوضان العامري، المركز الخامس كان هناك مهوي حامد بن ناصر بن علي النعيمي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، والعودة هناك إلى الانطلاق الأول. شوف العصا في الأبطان مع مشكور والعفاري، قدم المستوى الكبير وقدم لنا الأداء الكبير مع مشكور سالم بن سعيد بن متعب بن سعيد العفاري، والتوقيت الزمن الأفضل يتسجل، التوقيت الأفضل 7 دقائق 23 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. مشكور يا العفاري مشكور، والعصا في الأبطان. تهانينا والناموس يا سالم بن سعيد بن متعب بن سعيد العفاري. المركز الثاني شوف القادم شعار سهيل بن سعيد بن ذويب العامري مع معزم، هناك من حل بالمركز الثاني بتوقيت زمني وقدره 7 دقائق 34 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الثالث أشوف اللي على المركز الثالث، شوف التنافس في الأمتار الأخيرة ما بين الأسماء، ومكرم على ما يبدو لي ولا بن عويضان، بن عويضان بن عويضان على المركز الثالث، محمد بن سهيل بن عويضان العامري مع منصف بتوقيت زمني وقدره 7 دقائق 34 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. والمركز الرابع هناك شعار مكرم مبارك بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيالي، وتوقيته كان 7 دقائق 34 ثانية 9 أجزاء من الثانية. نعم